هم العلماء في المغرب يحضون بعناية السلاطين، وكانوا مرة مرة لازم أنه السلطان يرسل لهم رسالة. مثلا هذه الرسالة شوفي 1293 هجرية. الحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد. هذا يسمى ظهير سلطان فيه الطبع. يعلم من كتابنا هذا على الله مقداره وجعل على مركز السعادة مداره أننا جددنا لجميلنا أولاد سيد أحمد وموسى القاطنين. هذا الأب اللي نعم الناس اللي كانوا في قديما تكليف زاوية التي بنيت على يد عثمان المعظمة كذلك وحسب القوافي عليه من غالبنا وأولاده أمرنا أن يعمل بمقتضاه ولا يتعدى مداه أمرا معتزا بالله في سبيل صفر سنة 1293. نعم هذه عام كم؟ 1306. هذا آخرهم 1371. هذا ظهير محمد الخامس رحمه الله تعالى. هذا جد الملك الحالي. نعم. هذا جده. هذا السلطان مولاي عبد العزيز 1319 هجرية. هذا عام 1034 هجرية.